تخضع عمليات التفتيش في المعبر الحدودي الجرجرات للصرامة، حيث يقوم أعضاء اللجنة المكونة من كل الأجهزة الأمنية المتواجدة بالمعبر بمعاينة السلع والبضائع يدويا، مما يمكن من التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة البلد. عملية التفتيش فهي عملية هناك يجب التركيز على واحد المعطى اللي هو أساسي وخاص ومن خصوصية المعبر، وأن المراقبة تتم بواسطة لجينة مشكلة من جميع العناصر ديال الأجهزة الأمنية اللي موجودة في المعبر، رجال الشرطة، رجال الدرك ورجال الأمن، الجمارك عفوا، حيث أن هذه اللجينة تعمل بشكل جماعي وبتنسيق تام. ثم هناك مراقبة بواسطة جهاز الكشف بالأشعة السينية هو سكانير اللي كيقدم واحد الخدمة كبيرة في إطار تنفيذ التقنية الجديدة المعتمدة ما يسمى المراقبة غير المادية، بحيث أن هذا السكانير تتم المراقبة بدون اللجوء إلى الفحص اليدوي لهذا السلع، وهو في الحقيقة جهاز قدم خدمة كبيرة لمسألة المراقبة على الحدود. عرفت سنة 2015 ارتفاع نسبة المبادلات التجارية بالمعبر الحدودي الجرجرات، مما ضخ مبالغ هامة لخزينة الدولة. العمليات في هذا المعبر هذا عرفت واحد تطور كبير. على سبيل المثال ذكر اننا سجلنا هذه السنه ما يفوق 11000 تصريح عند التصدير، واكثر من 4000 تصريح عند الاستيراد، والان احنا لحد اليوم تمكنا من جلب الخزينة ديال الدولة 20 مليار ديال السنتي. وكانت لسياسة التكوين والتكوين المستمر التي تنهجها مصالح الجمارك أهمية قصوى في مجال الرفع من المردودية وتحسين الخدمات الجمركية بالمعابر الحدودية. كما أن سياسة التكوين المستمر للأطر والأعوان التي تنهجها الإدارة تعتبر سياسة ناجحة، خصوصا وأن إدارة الجمارك تعتبر قاطرة للتنمية الجهوية بفضل الدور المنوط بها كإدارة تتعامل مع الفاعلين الاقتصاديين بجهة من خلال تشجيع التجارة الخارجية مع الدول الأوروبية والإفريقية بالخصوص. وهذا الشيء يندرج في إطار تنفيذ المخطط ديال الإدارة الجمركية، اللي هو أيضا يندرج في الاستراتيجية ديال استراتيجيات الوطنية من أجل ضمان ظروف منافسة شريفة وتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني. من هنا يمكن خلاصة القول أن التطور الذي عرفته المصالح الجمركية بجهة واد الذهب البويرة قد أسهم بشكل كبير في الرفع من المداخل الجمركية، كما أن المناولة الواقعية لأفاق تطور المبادلات التجارية بشكل عام عبر السلع والخدمات والأشخاص مع دول الساحل الإفريقي
وتصاعد المهام الأمنية لرجال الجمارك بالجهة أضحى توجها ديناميكيا يفرضه الواقع على الأرض لدعم الموارد البشرية وتأهيلها من خلال منظومة التكوين المستمر سواء محليا أو مركزيا. يعتبر مطار الداخلة من بين أهم المعابر الحدودية التي تسهر مصالح الجمارك على دعمها بأطر تضمن السير العادي لعمليات المراقبة. يعد مطار الداخل نقطة عبور مهمة بالنظر لحجم المسافرين، مما حتم على المصلحة دعم هذه النقطة بأطر وأعوان أكفاء يشتغلون بحرفية عالية باستعمال وسائل متطورة كأجهزة السكانير في مجال المراقبة، تماشيا مع التعليمات والمساطر المنظمة لمجال تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة بهذه النقطة الحيوية. وتعتبر محاربة المخدرات من بين أهم الأنشطة التي تعمل من أجلها مصالح الجمارك إلى جانب كل المصالح الأمنية بالمعبر الحدودي الجرجرات، والتي ساهمت في حد كميات هامة خلال هذه السنة. المجهودات الأخرى في ميدان محاربة المخدرات، حيث أن هذه السنة عرفت حجز كميات ضخمة هائلة من مخدر شراء، بحيث يمكن أن أقول بأن المحجوزات التي تمت على مستوى المعبر الحدودي قرقرات تعد القياسية على الصعيد الوطني، وتمثل ما يقرب 46% من جمل الحجوزات التي تمت على الصعيد الوطني. كما يتم حجز سيارات فارهة بالمعبر، وكما قلت بلي ان هذا بفضل المجهود والتأطير الذي يقوم به سواء المسؤولين على المستوى المحلي او على المستوى الجهوي من خلال السياسات ديال التأطير والتنسيق اللي كتقوم بها المصالح الجهوية وكذلك ايضا المصالح المركزية. وبعد كل عملية حجز تقوم مصالح الجمارك تحت إشراف النيابة العامة بإتلاف المحجوزات وفق المساطير المعمول بها.
تتم تحت إشراف النيابة العامة اللي تنوجه لها الشكر دائما بنظر للتعاون ديالها المحكم في هذه العمليات. واليوم يعني تتم هذه العملية بحضور السيد المدير الجهوي المديرية الجنوب بالعيون. هذه عملية تهم مجموعة من السلع فيها يعني كمية ديال المخدرات اللي تقدر ب 5160 كيلوغرام والسجائر المهربة تقدر يعني ب 1,893,660 وحدة. هناك يعني بضائع أخرى منها جلد أفعي، مفرقعات، البطاريات، الكيف وأنواع أخرى من البضائع تناهز القيمة الإجمالية ديال هذه البضائع 54 مليون ديال الدرهم. في إطار محاربة ظاهرة التجار الدولي في المخدرات والبضائع المهربة وبفضل المجهودات الحثيثة للضابط القضائية ويقظة عناصر الجمارك، يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس وإحالتهم على هذه النيابة العامة لمتابعتهم وإحالتهم على المحكمة التي تصدر أحكاما في الموضوع. هذه الأحكام تتضمن أمرا بإتلاف المخدرات المحجوزة والذي يتم تحت إشراف هذه النيابة العامة بحضور عناصر الجمارك والدرك الملكي وباقي السلطات المحلية. وكما ترون الآن نحن بصدد إتلاف كمية من المخدرات والتي تقدر بخمسة أطنان بالإضافة إلى كميات أخرى مختلفة من البضائع المهربة. تعد هذه العملية الرابعة من نوعها خلال السنة الجارية، وهي نتاج لعمليات الحجز النوعية التي تقوم بها جميع المصالح الأمنية بالجهة من أمن، درك ملكي، قوات مسلحة ملكية، قوات مساعدة وجمارك، والتي تدخل في إطار محاربة التهريب بكل أنواعه وحماية الاقتصاد الوطني. العمل الميداني والتأطير والمرافقة والتكوين المستمر الذي تنهجه إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة بالأقاليم الجنوبية مكنت هذه المصلحة من تبوء مكانة هامة وحماية أمن وسلامة البلد.